كثيرون من يحلمون بممارسة مهنة مستقبلية تفوق قدراتهم ولا تناسب واقعهم، فتراهم ينسجون أحلاما واسعة أكبر بكثير مما يليق بهم فيقعون في فخ الإحباط والفشل. لذلك على كل شخص أن يحدد مسار مهنة وفق ما يناسبه وليس وفق ما يريد، فهي قبل أن تكون مصدرا للرزق تعتبر أسلوبا يمارسه الشخص في حياته. فمهنة التدريس من أشرف المهن التي يقوم بها الشخص، فأهميتها لا تقل أبدا عن الطب أو الصيدلة أو المحاماة وغيرها من المهن. فالمعلم هو الشخص الذي ينشئ أجيالا متعلمة ومثقفة. لذلك دعونا نتعرف معكم مشاهدينا على أشرف وأنبل المهن، مهنة التدريس. يمتلك المعلم القدرة على إحداث التأثير الإيجابي على طلابه، حيث إن تحفيز الطالب ودفعه للنجاح في الأمور يجعله متحمسا لإنجاز المهام والنجاح بها، بالإضافة لسعيه لأن يكون متميزا. يساعد المعلم طلابه أيضا على أن يحققوا أعلى إمكانيات لديهم في الدراسة، ولهم دور كبير في المجتمع، حيث يسهمون في إعداد الأجيال لتحقيق مساعيهم في العالم. والكثير من المعلمين كانوا قدوة لطلابهم، لذا من الضروري أن يتحلى المعلم بالطيبة والاحترام والتواضع ليكون تأثيره إيجابيا على طلابه. ويكمن الدور الرئيسي للمعلم في نقل المعرفة لطلابه، ويكون ذلك بعد أن يتم إعطاؤه منهجا دراسيا معينا لاتباعه في العملية التدريسية. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بدرسنا الجديد العمل التطوري. مثل ما كان شايفين هلا بما إنه بلشنا بدرسنا، من عنوان النص بيجينا تعريف مين بيقدر يعرف لنا العمل التطوعي؟ تفضل خالد. طبعا مفهوم العمل التطوعي هو انه الانشطه النشاط او العمل يلي بيقوم فيه فرد او مجموعه من الافراد لخدمه مجتمعهم او يعني وطنهم، بس هن ما بينتظروا مقابل مادي، وكمان هن ما لهم مجبورين انه يعملوا فيه، هو نابع من ذاتهم يعني. تمام، انت حضرت فكره تعرف ثاني. أول شيء العمل التطوعي هو عمل ينبع من الذات دون فرض من أي شخص، يقوم به مجموعة من الأفراد. بعد ما يقوموا فيه طبعا هدول الأفراد بيشعروا بالسعادة، بيحسوا أنه هن عملوا إنجاز، بيفتخروا بحالهم، قدموا مساعدة للوطن وقدموا مساعدة لأهل الحي الساكنين فيه. هاي كثير حلوة. العمل التطوعي هو عمل طالع من قلبنا كرمال وطننا أو كرمال مجتمعنا، مشان ممكن نساعد تقدمه، ممكن نساعد تحضره، وهو بحيث نحن ما نقبض عليه أي شيء، لا أجر مادي ولا أجر يعني ولا أي أنواع الأجور. في له شروط، في له أنواع، في له أمثلة. طيب نحن هلا حنقدم نشاط، كل واحد حيطلع يعطينا مثال عن العمل التطوعي، يعني بعد ما تعرفنا على فكرته. بس شلون من غير كلام حيطلع هو يمثلها كتمثيله بسيطه. مين بيطلع؟ تفضل. تمثيله بسيطه. تمام، تفضل تاني.
تمام. الزراعة واقف شوي عند الزراعة. بني يعطيني مثال هيك في الزراعة مثل ما ذكرت، إذا المشاركة بعملية التشجير وخاصة هذا يحصل في أيدي الشجرة. نعم غير، أعطونا مثال آخر. هذا حكينا فيه، هذا يعطيك العافية حكينا فيه، بس بدنا كمان حدا يمثل لي تمثيل. تمثيل ثاني شوفي عنا ممكن. كريمة تفضل يعني. طيب تفضل. يلا مين حزرة؟ راجي. مثلك حاولي فينا وضحنا مثلك انه دهن مثلا اسوار الحدائق او يعني مثلا مثلا احنا عندنا دهان مثلا في الحديقه مثلا هو نجدده. تمام. عفوا تسمحوا لي بمثال، شايفين باب المدرسة؟ شايفين الألوان اللي فيه؟ يجوز في شغلة ما حدا منتبه عليها، إنه في وراء الباب أسماء. هدول طلاب سبقوكم حاليا وإن شاء الله تكونوا أنتم كمان مثلهم. هدول اليوم عم يداوموا بالشريحة الطبية، عم يدرسوا طب، دهنوا هذا الباب من سنتين، عمل تطوعي، لا حدا طلب منه ولا شيء. كان الباب تبعنا هيك فيه صدى ولونه أسود وغيره، فلونوه عدة ألوان، يعني ظلوا يشتغلوا على هذا الباب حوالي أسبوع كامل هيك تطوع من عندهم، كل من جاب دهان وقاعد يشتغل بوقت فراغه طبعا، لحتى طلع شكل الباب بهذا الشكل. هاي جزء ما كنتم منتبهين عليه، لأن لما تدخلوا وتطلعوا أنتوا الباب مفتوح مو شايفينه، أما وراء الباب في أسماء الطلاب والطالبات اللي اشتغلوا هذا الباب، عمل تطوع من عندهم. تمام، وشيء عظيم تركوا ذكرى في المدرسة. حديثنا اليوم عن عوامل تكوين التربة وخصائص الصخور التي ترونها في حياتنا اليومية. هناك نوعان من الصخور الهامة جدا كتكوين تربة، ومنها الصخور البازلتية وهي المتشكلة من التربة البركانية التي ترونها. أما النوع الثاني فهو الصخور الرملية، هذا نوع للصخور الرملية. عادة الصخر الرملي الذي ترونه هنا هو صخر متكون من عدة طبقات هش، إلى إضافة إلى أنه سريع التآكل. لدينا شكل آخر لصخور سريعة التآكل، هي هذا الشكل، هي متبلورة ولكنها تصنف على أنها صخور لينة. الصخور اللينة هي صخور تتآكل بعوامل الزمن بفترة قصيرة جدا، أما الصخور القاسية كالصخور البركانية فهي لا تتآكل إلا بفترة طويلة جدا من الزمن. الصخور التي نستعملها في حياتنا اليومية تتنوع بين الصخور البركانية أو الصخور الرملية، إضافة إلى مجموعة وهي الصخور الكلسية. هنا أحدهم شكل هذا الشكل من الصخر الكلسي، وهو صخر قابل للتشكل بطريقة سهلة وبسيطة. من المشاكل التي تتعرض لها الترب في سوريا هي تملح التربة، ولدينا الكثير من المستنقعات الملحية التي تعاني منها أراضينا الزراعية، وهي فعليا تكون غير صالحة للزراعة. أهلا وسهلا. أهلا بكم. جايين نتعرف منك أكثر على مهنة التدريس. شو اللي خلاك تحبي مهنة التدريس وتعملي بها؟ مهنة التدريس ليست وظيفة أو مهنة فحسب، إنما هي رسالة مهمة جدا، رسالة إنسانية نستطيع بها أن نخلق جيل قادر على إدارة، وفعليا هي تستهدف أكبر شريحة من المجتمع وهي شريحة الطلبة. من الأشياء التي يمكن أن تشجعك على ممارسة مهنة التدريس نوعية الطلاب الذين تتعاملين معهم. الطلاب المتميزون عادة يخلقون جو تعليمي محفز جدا ومهم، إضافة
إلى أن الرغبة في نقل الخبرات والمعارف، كل الأفكار التي تحملينها إلى جيل جديد، هذا الجيل فعليا يقول أحد الفلاسفة أن الإنسان ينجز مهمته في الحياة حين يصنع من هو خير منه. نحن ما نحاول أن نفعله أن نصنع خيرا منا. أهلا وسهلا. كيف يديروا بيضبط المعلم الغرفة الصفية اللي بدرسها؟ من أهم عوامل إعطاء الدرس والاستفادة الطلاب منه هو ضبط الغرفة الصفية، اللي عادة بتكون إما بإشغال الطلاب بأعمال تخدم الدرس اللي نحن نقوم به، إضافة إلى توفير عامل الجذب النفسي للطالب بحيث هو يتأقلم مع الدرس، إضافة إلى أن الطلاب عادة عندما يربطون الدرس الذين يدرسونه في المدرسة بحياتهم اليومية يوفر عامل هام جدا من عوامل الضبط، إضافة إلى التزامهم بكل تفاصيل الغرفة الصفية. أحيانا يجب أن يكون هناك حزم وصرامة رغم أنها لا تتعارض مع الاحترام الذي يوفره أو يتبادل بين الطالب وأستاذه. كيف يجب على المعلم التواصل مع الطلاب وبناء علاقات مع أولياء الأمور؟ العلاقات عادة بين الأستاذ والمتعلم اللي هو الطالب وأولياء الأمور هي بتحقق تشاركية كتير هامة بنجاح العملية التدريسية، إضافة إلى أن نحن نتواصل مع أولياء الأمور من خلال الزيارات المدرسية أو اجتماع أولياء الأمور، بما يعزز دائما حالة الطالب المتميز وإدراك حالة الطالب اللي متراجع دراسيا أو المقصر، بما يحتم عليه إنجاح العملية من خلال عملية تبادلية بين الطالب وأستاذه. أنسى، شو هي المهارات والصفات الأساسية اللي بيبحث عنها الطالب في المعلمين؟ كل الطلاب عادة ما رأيته أنا من خلال مهنة التدريس يبحثون في أستاذهم عن الحيوية، النشاط، الشغف، نقل الشغف من الأستاذ إلى طالبه مما ينجح العملية التدريسية، إضافة إلى الإبداع وخلق جو إبداعي محفز جدا للطالب. فعليا القدوة الحسنة التي ينقلها المعلم إلى طلابه لا تقف عند باب المدرسة مطلقا، إنما تتعداه إلى كل تفاصيل حياته اليومية. كيف يعد المعلم الخطة التدريسية الخاصة به وعلى ماذا سوف تشمل؟ نحن مهتمون جدا بإعداد الخطة التدريسية بما يضمن استيعاب الطلاب وحصولهم على الفائدة العلمية. نحن في إعطاء بمهنة التدريس نعتمد على دليل المعلم مثلا أو مصادر التعلم للمناهج الحديثة، هناك الكثير من الوسائل بما تخدم ضبط الصف، تحديد الوقت اللازم للدرس المعطى، إضافة إلى أنه يمكننا من خلال العملية التدريسية أن نصل إلى استيعاب كبير جدا للطالب من خلال خطة تدريسية ناجحة ومحددة الوقت والغاية. أيضا يا أنسلا، كيف تتعاملي مع طالب صعب التعامل معه، مثلا عنيد أو متردد أو مهمل؟ هؤلاء الطلاب موجودون في كل غرفة صفية كما هم موجودون في كل مدرسة في كل مكان تعليمي، أنتم في صفوفكم ترونهم بشكل دائم. فعليا يحاول المعلم أن يكتسب ثقة الطالب، إضافة إلى أن يعزز إمكانياته، يعزز علاقاته مع أصدقائه. أيضا يجب فعليا أن يبتعد المعلم، أو هذا ما نحاول أن نفعله نحن، أن نبتعد عن العقاب أو الإضرار البدني مطلقا بالطالب. الطالب يستطيع أن يتأقلم مع الأستاذ في حال أوجد الأستاذ حالة من أو أسلوب يستطيع به أن يتعامل إما مع العناد أو التردد أو الإهمال من خلال إكسابه ثقته بنفسه وتعامل أصدقائه معه، تعزيز مهاراته بشكل مستمر. أحيانا يفعل أمر صغير جدا، ولكن عندما تعزز هذا الأمر تعززه بشكل مستمر تجد الطالب في كل مرة يحاول أن يقدم شيئا، عندما تصل إلى هذا التقديم الشيء البسيط ممكن يقدم أكبر منه في المرة القادمة وهكذا. أنسى، كيف يحفز المعلم الطلاب على التفوق والتميز؟ مهمتنا كأساتذة ومهنة التدريس عادة تهتم بأنه تخلق جو إبداعي متميز بشكل كبير.
الشيء الأساسي إنه نحن نخلق جو من المنافسة الشريفة. عندما تخلقين جو من المنافسة الشريفة يستطيع كل طالب أن يقدم مبادرة إن كانت فردية أو مجموعة من الطلاب كمبادرات جماعية، تستطيعين أن تحصلي بها على أفكار مبدعة جدا، ونصل من خلالها إلى إن كان وسائل تعليمية أو أفكار تشاركية يتشارك الطلاب مع بعضهم البعض، نستطيع فعلا أن نحفز الإبداع ليكون لكل فكرة أهميتها بالعملية التدريسية. كيف يمكنك العثور على أفكار جديدة للدروس؟ نحن نبحث عن أفكار جديدة للدروس بشكل مستمر، القراءة المستمرة، الاطلاع، دخول إلى الانترنت، التكنولوجيا، دائما لدينا وسائل في حال أردنا أن نحصل على معلومات جديدة. لا عذر مطلقا على أن يكون إن كان الأستاذ أو الطالب ضحل المعلومات، ضحل المعلومات أن لديه معلومات بسيطة جدا باختصاصه، لا يجب أن يقف الأستاذ ولديه معلومات ضحلة. أصلا الطالب هو بحاجة دائما إغراق بالمعلومات التي تفيد هذا الاختصاص. فعليا نحن منحاول بالقراءة المستمرة، منحاول من خلال أيضا الأسئلة اللي بيطرحوها الطلاب، عادة بتخلق فكرة مبدعة بيستطيع الأستاذ يتشارك معهم والوصول لعملية تدريسية ناجحة. ما هي الطرق التدريسية التي تستخدمينها في العملية التعليمية؟ اليوم لدينا الكثير من طرق التعليم، لم يعد التعليم اليوم حفظا وتكرارا، إنما وجدت وسائل كثيرة من وسائل التعليم كالتعليم باللعب، التعليم أحيانا نستخدم الأغاني في تعليمنا، التعليم المسلي، إضافة إلى الكثير من وسائل التعليم كالتعليم بالتكنولوجيا أو استخدام الوسائل التكنولوجية التي تعلمون اليوم، والكثير من هذا الجيل يتوق إلى استخدام هذه الوسائل بخلال درسه، تبقى لديه المعلومة لمدى أكبر لزمن أكثر يستخدمها في حياته اليومية بشكل مستمر. كيف بتحددي نسبة استيعاب الطالب بالصف؟ الاستيعاب هو درجة فهم الطالب لكل معلومة الأستاذ قدم له إياها خلال خطوطه الدرسية المقامة بالدرس نفسه. فعليا نحن نقوم بنهاية كل درس بطرح العديد من الأسئلة والأجوبة على الطلاب، يجب على كل طالب تعزيز هذه الأسئلة بإجابات كما فهمها هو، يشرح لنا منطق الدرس اللي فعليا وصله هو، إضافة إلى أننا نقوم بعد التقييم النهائي للدرس طلب من طلبتنا إنشاء خرائط ذهنية، هذه الخرائط توضح إمكانية ربط الأفكار الرئيسية بالدرس مع الأفكار الفرعية فيه. عندما يدرك الطالب الأفكار الرئيسية من الأفكار الفرعية من الأفكار الجزئية أكثر، نستطيع أن نقول أن الطالب ألم بخيوط الدرس جميعها ويستطيع أن يعود إلى بيته حاصل على معلومة علمية متميزة. كيف يمكن للمعلم أنه يبني علاقات طيبة مع الطلاب، أنه مثل المحبة والمودة والاحترام؟ هل تعلم أن الطاقة الإيجابية في الدرس تستطيع أن تبني كل العلاقات الإيجابية الجميلة مع الطلاب؟ عادة الطالب يحتاج من معلمه أن يبث طاقة إيجابية، أن يهيئ لديه الدافع، الدافع بشكل كبير والتحفيز على الإبداع. يستطيع الطالب عندما يتوصل مع أستاذه إلى جو إبداعي أن تنمو بينهم جميع علاقات المحبة والإلفة والمودة، وهذا يتعدى إلى التواصل المباشر بكل وسيلة إن كان داخل المدرسة أو خارجها. نستطيع أن نبني علاقة طيبة جدا تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية لدى كل طالب من طلابنا. أنسلا، كيف تستخدم التكنولوجيا بصفك؟ الوسائل التكنولوجية هي وسائل هامة، واليوم التعليم ضمن الزمن الحالي بيفرض علينا بشكل يومي استخدام التكنولوجيا بحياتنا. الحاسوب، الانترنت اللي اخترق كل الوسائل اللي نحن اليوم، المجالات العلمية كلها، يعني إن كان في اللغة العربية، الرياضيات، التاريخ، الجغرافيا، في كل شيء نستخدم الحاسوب والإنترنت، إضافة إلى أنه لدينا عدد من السبورة التفاعلية، البروجكترات اللي عادة يتم شاشات العرض، عادة تخلق جو محفز أكثر للطالب وأكثر لطفا داخل القاعة الصفية، لا تبقى القاعة الصفية قاعة جامدة أبدا باستخدام التكنولوجيا. شو هي الدورات التعليمية وورشات العمل والتدريب اللي وغيرها اللي أنت حضرتيها؟
حرصت وزارة التربية على التحاق غالبية الأساتذة التابعين لهي الوزارة بدورات تعليمية هامة جدا. هذه الدورات من الدورات اللي حضرناها هي دورات المناهج الحديثة، باعتبار أنتم بتعرفوا أنه المناهج اللي أنتم اليوم بتدرسوها هي صادرة عن مركز تطوير المناهج وهي مناهج حديثة جدا، إضافة إلى دورات التعلم عن بعد ونحن في الزمن الحالي نحتاجه بشكل كبير، دورات للوسائل التي يمكن استخدامها في كل مجال علمي وكل اختصاص، وكل خطة درسية ماذا تحتاج من وسائل تعليمية تخدم العملية التدريسية ويخرج الطالب لديه فعليا معلومة متميزة مقترنة مع وسيلة تبقى بذهنه. ما هي نقاط القوة في مهنة التدريس؟ لدينا الكثير من نقاط القوة في مهنة التدريس التي يجب على كل مدرس أن يتمتع بها. مهارة التواصل مع الطلاب مهارة عظيمة جدا لا يجب أن يفقدها أي معلم مهما كان، إضافة إلى العدالة في تقييم الطلاب. عندما تكون عادل في تقييم أي طالب تصبح هناك الكثير من نقاط القوة التي يحترم الطالب ويقدر العملية التدريسية بشكل كامل، يلتزم بتفاصيلها. الكثير أيضا من مهارات العناية بالجانب النفسي لدى الطلاب، إيجاد فقرات للراحة النفسية بين كل فقرة تعليمية ممكن نحن نطرحها، هي كثير من نقاط القوة التي يجب أن يحرص عليها كل أستاذ داخل قاعة الصفية. أنسلا، شو هي نقاط الضعف بالنسبة إليك أو نقاط ضعف مهنة التدريس؟ نقاط الضعف عادة أو ممكن تنقسم بين الأستاذ وبين الإدارة المدرسية. لحتى نحن نكون كتير واقعيين، من نقاط الضعف لدى الأساتذة أحيانا تمييز بين الطلاب. أنتم عندما يتم تمييز طالب عن طالب تشعرون بأنه هذه نقطة ضعف، أنا لم أعد أحترم القاعة الصفية كما يجب. التمييز بين الطلاب حالة كارثية في القاعة الصفية، لا يجب أن يتميز أو أن توجد في أي صف مطلقا. هذه من نقاط الضعف. إضافة عدم إلمام الأستاذ بجميع المعلومات التي ممكن أن تطرح من قبل أسئلة الطلاب. ما يتعلق بالإدارة المدرسية، الأستاذ يحتاج الكثير من الوسائل والكثير من الأمور التي تخدم العملية التدريسية. إن لم يكن هناك تعاون بين الإدارة المدرسية والأستاذ لا تحصل عملية تدريسية ناجحة، إنما يبقى هناك ثغرة أو خلل في العمل التدريسي. أحيانا نراه، نحاول أن نسد هذه الثغرة من خلال وسائل التكنولوجيا. شو بتضيف القراءة للمعلم وشو الكتب اللي قرأتيها؟ القراءة عامل أساسي بحياة أي إنسان، مو بس المعلم. المعلم واحد من المهن اللي تحتاج إلى الاطلاع المستمر والقراءة المستمرة، إضافة إلى أنه يزيد اطلاعه على معلومات بما يخص المجال الذي يدرسه. عادة عندما نحن في اختصاصنا نحن ندرس التاريخ والجغرافيا، دائما ما نحاول أن نطلع عليه الكتب في كافة المجالات، إنما في اختصاص التاريخ والجغرافيا يجب أن نكون على اطلاع بأحدث المعلومات التي صدرت حتى نواكب التطور، إضافة إلى أن نجعل طلابنا يواكبون هذا التطور. يجب القراءة المستمرة إن كان للطالب أو للأستاذ أو لأي شخص في هذه الحياة. القراءة المستمرة هي حياة جديدة تضيف لمعلوماتنا دائما كل جديد وكل جميل. أهلا وسهلا بكم. يعطيك العافية أنسة. الله يعافيك. هلا أنسة، فيك تعرفينا عن نفسك وأنت مدرسة لأني مادة؟ أنا مدرسة رولا الياس، مدرسة لغة إنجليزية. أنسة، فيك تعرفينا شوي عن مهنة التدريس وشو الصعوبات اللي بتواجهك فيها؟ مهنة التدريس هي مهنة كتير ممتعة ومسلية وقت بتواجد الظرف والطلاب المناسبين والمنهاج المناسب. أكيد طلابنا مدرسة المتفوقين هن طلاب جدا متميزين، والعمل معهم هو متعة أكثر مما هو فكرة عمل. مبسوطين أكيد نحن بوجودنا معهم لهدول الطلاب، لأنه هن دائما بيعرفون على شغلات جديدة بحياتهم، وبنقدر نقدم لهم معلومات نحن بنكون حاملينها وبطريقة جديدة بتفيدهم بنمط الحياة السريع الجديد الموجود حاليا. أنسة، هلا أنت سعيدة بمهنة التدريس؟ بشكل عام أكيد نحن سعيدين، وقت خصوصا وقت منجي على الصف ونشوفهم كيف مبتسمين وكيف بيحكوا لنا قصصهم وبنضحك معهم.
أنسة هلا، شو نصيحتك لكل طالب أو إنسان حابب يصير معلم بالمستقبل؟ بشكل عام هي المهنة ما أي شخص بيقدر يدخل عليها، فبرأيي أنه الشخص يدرس كل خياراته، إذا هو جد بيحب ينقل المعلومة أو عنده أسلوب بنقل المعلومة يفترض أنه هو يدخل مراحل تدريبية قبل ما يدخل على صف أو يستلم صف بشكل كامل. نصيحتي له أنه بعد التخرج، وفي حال قررت أنك أنت تأخذ مهنة التدريس كمهنة، يفترض أنك تعمل استاجات، يفترض أنك تعمل تدريبات، يفترض أنك تروح على مدارس تتعرف على الأجواء كلها، لأنه مو كل طالب، مو كل الطلاب بيشبهوا بعض، وما في طالبين بيشبهوا بعض، وكل طالب له طريقته بالتعامل، له طريقته بالتواصل، مثل ما كمان ما كل مدرسة بتشبه المدرسة الثانية، وما كل ظرف أو ما كل زمن هو مثل الزمن الثاني بالظروف. مرحبا أستاذ، بدنا منك تعرفنا عن حالك وعن المادة اللي بتدرسها. أي أنا اسمي عبد الهادي الفرا، مدرس لغة فرنسية، درس من التاسع للبكالوريا. أستاذ هل أنت مساعد بهي تدرس هاي المهنة بممارسة هاي المهنة؟ أي طبعا لكان اخترت أنا، يعني أنا اللي اخترتها لأنه بعتبرها أنه أنبل مهنة، يعني هي يعني أنت اخترتها برغبتها. أي طبعا، يعني أنا مثل ما قلت لك يعني أنه بعتبرها أنبل مهنة من بين المهن، مع احترامي لجميع المهن. يعني هي بتخرج دكتور، بتخرج طبيب، بتخرج مهندس، بتخرج محامي، بتخرج حتى يعني من أصغر مستوى بالمجتمع لأعلى مستوى. طيب أستاذ بدنا منك كيف تتعامل، طرق المعامل مع الطلاب. هلأ طرق المعامل في كتير طرق، أنا يعني بستخدم طريقة وأنا بلاقيها أنجح طريقة، كونه يعني هي الطريقة اللي أنا بشتغل عليها وبتعامل فيها. بحس الطالب بيفهم على المادة، بيحب المادة، أول شيء لازم يحب المادة لحتى يتعلم، لحتى يصير عنده رغبة. يعني إحنا كنا طلاب لما نحب الأستاذ كنا نحب مادته، بس لما نكره الأستاذ كنا يعني أنا عندي عقدة، بيعرف الطلاب عندي عقدة من الرياضيات. ليش؟ كان أستاذنا عنا ما يعني ما أرتاح معه، ما أحبه، فما حبيت المادة. فأول شيء أول طريقة لازم لما فوت على الصف هدول ما عاملهم والله أستاذ وطالب وعود وسكوت وهي عصاية وهي مدري شو، لا هدول كرفقات أصدقاء، بنعب نحكي بنضحك سوا بنلعب سوا، يعني حتى أيام الفرصة بنعب نلعب سوا عادي. خليه يكون الطالب مرتاح، ينبسط لما يفوت، لما يتأخر وينه أستاذ تأخر دقول غاب خير صاير معه شيء، فهي أهم شيء. وأهم شيء بفوت مثلا على الملبى مشاكل برا كذا كله برا، هو مو ذنبه، انا مشاكل الشخصيه، انا معصب جاي معصب طبعا، الا اذا كنت مريض هي ما هي شغله خارج عن ارادتي. طيب شكرا لك استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مدرس وضاح الحسيني، مدرس لماده التربيه الوطنيه. أستاذ أنت شو خلاك تختار مهنة التدريس؟ طبعا أنت ذكرت مهنة، والحقيقة بأنها رسالة وليست مهنة، هي رسالة حضارية وهي رسالة إنسانية قبل أن تكون مهنة. عندما نقول كلمة مهنة فهي كباقي المهن، لكن الحقيقة هي رسالة، وكلمة رسالة أفضل بكثير من كلمة مهنة. المهنة كل إنسان يستطيع أن يقوم بمهنة، لكن هذه الرسالة تحتاج إلى أناس فعلا قادرين على أن يكونوا على قدر من المسؤولية في تأدية هذه الرسالة. شو الصعوبات اللي بتواجهها برسالة التدريس؟ طبعا بالنسبة لي كما ذكرت رسالة التدريس هي حقيقة يعني عمل مجهد جدا، كونه يحتاج إلى جهد ذهني وجهد عضلي بنفس الوقت، وهي طبعا من أكبر الصعوبات. أما باقي الصعوبات فيمكن تجاوزها. عرفناكم أعزائي المشاهدين على حلقتنا لليوم، انتظرونا بحلقات الجاية لنتعرف على مهن جديدة.